وزارة الصحة والسكان حيث أعلنت في بيان لها اليوم أن تكلفة قرارات العلاج على نفقة الدولة خلال شهر يناير الماضي بلغت 276 مليون و757 ألف جنيه. وأوضح البيان أن إجمالي قرارات العلاج على نفقة الدولة التي تم إصدارها خلال الشهر الماضي بلغت 152 ألف و500 قرار علاج موزعة بنسبة 81% لمستشفيات وزارة الصحة و15% للمستشفيات الجامعية و1.8% لمستشفيات الوزارات والشركات و1% للمستشفيات والمراكز الخاصة والجمعيات الأهلية و12% لمستشفيات التأمين الصحي. وأكد الدكتور زكريا عبد رب وكيل وزارة الصحة بالقليوبية ظهور حالات جديدة مصابة بالفيروس المسبب لإنفلونزا الخنازير بالقليوبية H1N1 وتم إيداعهم بغرفة العزل لتلقي العلاج اللازم. وأضاف عبد رب أنه تم رفع حالة الطوارئ القصوى بجميع أقسام الاستقبال والطوارئ بمستشفيات المحافظة، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع إدارة الطب الوقائي لاتخاذ الإجراءات الطبية الوقائية اللازمة بمنطقة سكن المصابين والمخالطين لهما.